بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء نود أن نتقدم بأحر التعازي والجميل المواساة إلى أسر الضحايا، ونسأل الله تعالى أن يمن على الشهداء بالجنة والرحمة والمغفرة والرضوان، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل. أعني بذلكم ضحايا الانفجارات الأخيرة التي وقعت قرب مدينة كربلاء المقدسة، مستهدفة زوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، الذين جاءوا ليواسوا محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله، ويتقربون إلى الله تعالى بهذه المواساة استجابة لبكاء نبيهم صلى الله عليه وآله حينما قال: إن ولدي هذا يذبح عطشان في أرض يقال لها كرب وبلا. وأما أولئك فإنما يتقربون إلى أسلافهم من بني أمية من معاوية ويزيد من أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المطارحات في العقيدة، عنوان حلقة ليلة: التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه، القسم العاشر. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. مرحبا دكتور، حياكم الله سماحة السيد. في البدء، هل لديكم تمهيد وإضافات قبل أن تدخلوا في حلقة اليوم؟ نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يتذكر المشاهد الكريم والعزيز أننا ذكرنا في الحلقة السابقة أن أتباع ابن تيمية يحاولون أن يؤسسوا لنظرية، وهي لنظرية أنهم هم فقط هم أهل السنة والجماعة، وباقي المسلمين بمختلف اتجاهاتهم وعقائدهم ومبانيهم الفقهية والفكرية فهم أهل بدعة، وهم أهل ضلال، وهم أهل الأهواء ونحو ذلك. ويتذكر الأعزة في الحلقة السابقة أننا قرأنا مجموعة من كلمات هؤلاء التي أثبتت أنهم يرون أن جميع المسلمين إلا ابن تيمية ومن تبعه من الوهابية، هؤلاء فقط هم أهل السنة، أما الباقي فهم أهل البدعة. نعم. قد يقول قائل بأنه سيدنا هذا لم يقولوه في باقي المسلمين، وإنما قالوه في الأشاعرة وفي الصوفية. في الواقع نحن عندما نأتي إلى المسلمين نجد أنهم في الأعم الأغلب إما هم من الأشاعرة، وإما هم من الصوفية، وإما هم من الماتريدية، وإما هم من الزيدية، وإما هم من الأباضية ونحو ذلك. وهؤلاء هم العمود الفقري للعالم الإسلامي، فعندما يتهمون أحسنتم، فعندما يتهمون هؤلاء أو يتهمون الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والزيدية والأباضية والصوفية بأنهم أهل بدعة وأنهم أهل هوى وأنهم أهل ضلال، وبطبيعة الحال ينتج دكتور هذا الذي نحن نجده في العراق في مثل هذه الأيام، وهو أنهم يتقربون إلى الله بحسب اعتقادهم، يتقربون إلى الله بقتل المسلمين سواء كانوا من الشيعة أو كانوا من أهل السنة، كما هو واضح. يعني أن الأحداث التي صارت في الأيام الأخيرة في العراق واقعا ليست مختصة بالشيعة. نعم، هناك تركيز على شيعة أهل البيت، ولكن هناك مناطق أخرى أيضا ليسوا من الشيعة، ومع ذلك نجد أنهم يقتلونهم، لأن هؤلاء يعتقدون بأن جميع المسلمين في العالم إنما هم أهل البدعة. بل أضيف هذه الليلة بعض الكلمات، وهو أنهم يعتقدون أن جميع المسلمين، هسا
قد يقول لقائل مرة أخرى سيدنا هؤلاء لا يقولون عن المسلمين. الجواب هم يقولون عن الأشاعرة والمعتزلة وهؤلاء هم العمود الفقري للمسلمين في العالم الإسلامي، بل يصرحون أن هؤلاء هم على نهج المشركين، بل يصرحون أن هؤلاء ملحدون، بل يصرحون أنهم كفار ومعاندون. هذه هي التربية التي يربيه بها هؤلاء أطفالهم من الصغر. لا يتبادر إلى الذهن أنه القضية فقط في الأروقة العلمية أو في الجامعات، لا، أطفالهم منذ عمره 10 سنوات أو أقل أو أكثر فيما أحسنتم في مناهجهم الدراسية، نعم، يحاولون أن يربوهم بهذه التربية البائسة. هذا كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد بقلم الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض وعضو هيئة كبار العلماء. إذن المتكلم ليس إنسان عادي من حيث الموقع ومن حيث المستوى العلمي. في هذا الكتاب في صفحة 144 يقول ونصوص الصفات من المحكم، إلى أن يقول وإنما ينكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذن هؤلاء هم ماذا؟ هم من المبتدعة. هذا العنوان الأول الذي أعطي لأكثر المسلمين. العنوان الثاني الذين ساروا على منهج مشركي قريش. إذن هؤلاء منهجهم منهج الشرك، أحسنتم، عموم المسلمين منهجهم منهج شركي. الذين، العنوان الثالث، إذن أولا أهل البدعة، ثانيا هم على منهج المشركين، ثالثا الذين يكفرون بالرحمن ويلحدون في أسماء الله وقد قال الله تعالى. إذن في هذين السطرين نجد بأنه وصف الأشاعرة الذين يمثلون أغلبية المسلمين من المذاهب الإسلامية والمدارس الإسلامية، وصفوهم بأنهم مبتدعة وأنهم على منهج المشركين وأنهم كفار وأنهم ماذا؟ ملحدون. أحسنتم. هذا هو المورد الأول اللي بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه. المورد الثاني الذي لا بد أن يشار إليه وهو ما ورد في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الفقير إلى الله عبد الرحمن النجدي الحنبلي المتوفى 1392، الجزء الثالث، كتاب الأسماء والصفات. في هذا الكتاب انظروا ماذا يقول هؤلاء. يقول وهذه الطائفة مقصودة وهي التي تنتسب إلى الأشاعرة، وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم، لأنهم لم يجسموا، إذن قالوا ماذا؟ قالوا عدم. أحسنتم، وهذا تقدم. إلى أن يقول فالأئمة من أهل السنة، مقصودة من أهل السنة يعني أنفسهم ابن تيمية وأتباع من الوهابية، فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة، يعني طائفة الأشاعرة، في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة. لا إله إلا الله. ومع ذلك تجدهم يقولون نحن لا نكفر أحدا من المسلمين، وهذه هي الكتب التي يطبعونها بعشرات الآلاف من النسخ ويوزعونها أمامكم الآن أمامكم أعزائي، الطبعة السادسة سنة 1425 من الهجرة أعزائي، هنا في الجزء الثالث صفحة 210 و211 يقول الكافرة المعاندة كشفوا فيها كل شبهة لهم إلى آخره. والغريب وهذا الذي أشرت إليه في الحلقة السابقة أنه لو كانت القضية مقتصرة فقط على الأروقة العلمية قلناها لعله هذا وجهة نظر بحث علمي، نعم، ولكنهم نجدهم أنهم يربون البراعم والأطفال على مثل هذه الحقائق البائسة، وهو أن من لم يؤمن بما يقوله ابن تيمية بما يقوله الوهابية فهو ماذا؟ فهو مشرك. التوحيد للصف الأول الثانوي منهج المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، التعليم التطوير التربوي،
طبعت سنة 1429 من الهجرة أعزائي في صفحة 66 من الكتاب، يقول: الذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم. يقول هؤلاء: وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات بعض مشركي العرب. إذن يجعل هؤلاء في صف ماذا؟ صف مشركي العرب. إلى أن يقول: فكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من أصل أسمائه وصفاته فقد شارك المشركين في حال من أحوالهم. والعجيب أن كل علماء المسلمين لا ينفون هذه الصفات، وإنما يختلف بعضهم مع البعض في تفسير ماذا؟ في تفسير هذه الأسماء والصفات. ما هو التفسير؟ وإلا لا يوجد عالم مسلم جاءت آية في القرآن وأثبتت اليد لله سبحانه وتعالى ويقول أنا أنكر هذه الصفة، لا، وإنما ما هو التفسير الذي يقدم لهذه الصفة القرآنية، لهذه الصفة الواردة في القرآن الكريم، يعني الياد، يعني الوجع، يعني الصفات الخبرية التي أشرنا إليها. وهنا بودي أن أشير إلى أصل، هذا الأصل مهم جدا لابد أن يلتفت إليه المشاهد الكريم والعزيز، وهو أن هؤلاء يعني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يعني الوهابية المعاصرة عندنا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة كما أشرنا في الحلقات السابقة أن يقولوا أنهم يمثلون ماذا؟ عموم المسلمين. نعم. عموم المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ أخواني الأعزاء المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إلى هذا الأصل والحقيقة، وهو أن هؤلاء يعلمون أنهم لو لم يتكلموا باسم عموم المسلمين فهم أقل القليل، ولذا يحاولون بهذا الطريق أن يجعلوا نفسهم أين؟ في الأكثرية. وإلا هم يصرحون: نحن لا نتفق مع الأشاعرة وغير الأشاعرة، أما الإمامية خلص إنما الكلام مع باقي المسلمين. نعم. يقول: نحن لا نتفق معهم إلا في أمرين: أولا مسألة الخلافة، وثانيا مسألة الصحابة. هذا القدر نحن نتفق مع باقي المسلمين، وإلا في مسألة التوحيد، في مسائل العقيدة الأخرى، في مسائل المهمة الأساسية والأصلية في الدين، فيقولون نحن نختلف مع ماذا؟ مع عموم المسلمين. ولذا تجدون أن العلامة العثيمين في الحلقة السابقة قال: بيننا تباين ماذا؟ نعم. تام، وأن هناك تضاد بيننا وبين الأشاعرة. هذا في هذه النقطة أشار إليها في هذا الكتاب سلسلة دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، تأليف الدكتور محمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. أيضا أشير هنا إلى الطبعة الأولى سنة 1419 من الهجرة، أضواء السلف للرياض الربوة إلى آخره. في هذا الكتاب في صفحة 54 و55 يقول: فيقال المنتسبون للإسلام قسمان، القسم الأول أهل السنة، القسم الثاني الرافضة. فيدخل هنا مع أهل السنة بعض، تحت هذا التقسيم، نعم، بعض طوائف المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم. فإن قلت كيف هؤلاء أدخلوهم مع أهل السنة ولم يدخلوهم أين؟ مع الرافضة. يقول: وقد أدخلوا هنا لموافقة قولهم لقول السلف في مسألتي الخلافة والصحابة فقط. نعم. وإلا باقي المسلم، باقي المسائل الأشاعرة يتفقون مع من؟ مع الرافضة، يتفقون مع الشيعة. نعم. وهذه هي النقطة الأساسية التي بيودي أن المشاهد، ولذا أنتم تجدون أنهم يحاولون في كل فضائياتهم، في كل قنواتهم، في كل مواقعهم أن يركزوا على مسألة ماذا؟ الصحابة، لأنهم يجدون أن هذا هو الطريق الذي يربطهم مع باقي المسلمين. أحسن. وإلا إذا دخلوا بحث الأسماء والصفات، دخلوا بحث العبادة، دخلوا بحث التوسل، دخلوا بحث الزيارة، كلها يجدون يخالفون. بأن المسلمين جميعا يخالفونهم. أحسن. على
إطلاق. نعم. إذن أعزائي، أنا في عقيدتي هذه القضية بودي أن المشاهد الكريم والمتابع العزيز يلتفت إليها، وهو أن الوهابية أتباع الشيخ ابن تيمية هؤلاء واقعا لهم مذهبهم الخاص، لهم مبانيهم العقدية الخاصة، لهم مبانيهم الفقهية الخاصة، أساسا لا يشبهون المسلمين جميعا إلا كما قال هذا الرجل التميمي، الدكتور التميمي. نعم. أنه في مسألة الصحابة وفي مسألة الخلافة. ماذا؟ خلافة. الخلافة. أحسنتم، صار واضح سامح سيد. طيب سامح سيد، يعني بناء على ما جاءنا من طلبات متعددة من الأعزاء المتابعين يطلبون تلخيص ما ذكرتموه وأشرتم إليه من كلمات الشيخ ابن تيمية عن التجسيم والمسألة الجسمية. أحسنتم. يعني. نعم. أنا في هذه الليلة أحاول بقدر ما يمكن، تعلمون نحن هذه الليلة هي الحلقة العاشرة أو القسم العاشر من أبحاث التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه، ونحن في هذه الحلقات العشر أو التسع الماضية أشرنا إلى مجموعة كبيرة من الشواهد التي جاءت في كلمات الشيخ ابن تيمية لبيان أو لإثبات الجسمية ولوازم الجسمية. نعم. وحيث أن هذه المجموعة من الشواهد والكلمات والنصوص جاءت متفرقة في هذه الحلقات التي أشرنا إليها، لذا واقعا أنا بودي في هذه الليلة ولو إجمالا نمر على مجمل كلمات الشيخ ابن تيمية لتكون الصورة واضحة للمشاهد الكريم أن الشيخ ابن تيمية ماذا يقول في مسألة الجسمية، وهل أن هذا الذي ينسب إليه أنه مجسم وقائل بالتجسيم، هل أن هذه الدعوة هل لها أصل في كتب الشيخ ابن تيمية أو ليس لها؟ طبعا سأكتفي بكلمات الشيخ ابن تيمية ولا أشير إلى كلمات تلامذته كابن قيم. نعم. أو إلى تلامذة أتباعه كابن باز ومحمد عبد الوهاب وهذه الطبقة. نعم. والعثيمين وغيرهم. طيب. بنحو الإجمال سأجعل الأمور التي ذكرها الشيخ ابن تيمية في مسألة التجسيم في نقاط. نعم. النقطة الأولى، اعلموا أعزائي أن الشيخ ابن تيمية يصرح أن إثبات الجسمية هو أقرب إلى الفطرة وإلى العقول. نعم. وأن نفي الجسمية هو لا تثبته لا الفطرة ولا العقول ولا أي شيء آخر. يعني لو جئنا إلى ميزان الفطرة وميزان الاستدلال العقلي. نعم. الكفة تميل إلى صالح الجسمية. نعم. أو إلى صالح نفي الجسمية. إلى الجسمية. الشيخ يصرح بشكل واضح وصريح أن كفة الأدلة العقلية وكفة الفطرة إنما تميل إلى ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى جسم، لا أنها تنفي الجسمية. ونحن نعلم جميعا أن المسائل الدينية عموما قائمة على أساس الفطرة. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أحسنتم. نعم. إذن هذا الرجل يدعي هذا المعنى، أين يقول هذا بنحو الإجمال أشير إليه؟ إخواني الأعزاء، هذا ما أشار إليه في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق يحيى بن محمد الهنيدي، هناك في صفحة 359 هذه عبارته، أقرأها للمشاهد الكريم حتى أنه يتضح. العبارة طويلة أعزائي، يقول: ومعلوم أن كون البارئ أي الحق تعالى ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة، إذن ليس هو أمر بديهي. فطري وبديهي، ولا بمقدمات قريبة من الفطرة، ولا بمقدمات بينة في الفطرة، بل بمقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات بينة، إلى أن ينتهي ويقول: بل قامت القواطع. ويقولون من؟ هؤلاء أصحاب إثبات نظرية ماذا؟ إثبات نظرية الجسمية. نعم. ويقولون: بل قامت القواطع العقلية
على نقيض هذا المطلوب. الذين يثبتون الجسمية يقولون القواطع العقلية قائمة على ماذا؟ على أن على نقل، أحسنتم، على نفي التنزيه، وأن الله ماذا؟ جسم. وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما. ومن المعلوم أعزائي، هذا كلامه، حتى لو لم يكن هذا كلامه فهو يؤيده، لا ولم يرد عليه، ولا يرد عليه. يقول ومن المعلوم أن هذا، يعني إثبات الجسمية، أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول الذي هو نفي الجسمية. هذا أولا. إذن ابن تيمية يعتقد أن الجسمية هي الأقرب إلى العقول وإلى الفطرة. تفيدوا جيدا. نعم. الأمر الثاني، بل أكثر من ذلك، يعتقد أن من نفى الجسم عن الله سبحانه وتعالى فهو من أهل البدعة. نفي الجسمية بدعة، أما إثبات الجسمية فهي أقرب إلى السنة. أحسن. التفتوا جيدا، في المقطع في النص الأول كان يقول أقرب إلى ماذا؟ الفطرة. أقرب إلى الفطرة وإلى العقول. هنا يقول لا فقط أقرب إلى الفطرة والعقول، بل أقرب إلى ماذا؟ للسنة. بل أقرب إلى السنة. يتدرج في الموضوع. ونفي الجسمية ماذا؟ هي البدعة. انظروا هذا المعنى في درء تعارض هذين الكتب، أخرجناها فيما سبق، بعد لا نطيل الكلام، في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، الجزء الأول صفحة 249، ولا أطيل على الأعزة. قال على أن ظواهر النصوص تجسيم عندهم، عند من ينفي الجسمية، وليس عندهم لمن ينفي الجسمية. نعم. بالنفي نص، لا يوجد لمن ينفي الجسمية، لا يوجد عنده نص. اجتهاد من عنده. فهم معترفون، يعني الذين ينفون الجسمية، فهم معترفون بأن قولهم هو البدعة. لا إله إلا الله. أنا لا أعلم من علماء المسلمين اعترف أنه أنا أنفي الجسمية مبتدعا في ذلك. مبتدعا. نعم. وأنا صاحب بدعة في هذا. نعم. على أي الأحوال، هذه كلمات الشيخ وليس من عندي. فهم معترفون النفات بأن قولهم هو البدعة، وقول منازعيهم أقرب إلى السنة. من ينازع النفات؟ المثبت، الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى جسم. عبارة ثالثة، ولعلنا لم نقرأ هذه العبارة، لعله في الأبحاث السابقة، هذه إضافة، وهو أنه يعتقد بأن كل من قال، التفتوا إلى القاعدة، إلى الكلية التي يؤسس لها، يقول كل من قال أن الأجسام جميعا حادثة يلزمه أن يقول أن الله حادث، لأنه جسم. أنا لا أعلم ما هي الملازمة. واضح جدا والله يا أخي. نعم. التفتوا إلى القاعدة التي أسسها، سأقرأ العبارة. يقول كل من أثبت أن الأجسام جميعا حادثة يلزم منه أن يقول أن الله ماذا؟ حادث. سؤال، إذا لم يكن الله جسما، لماذا إذا ما علاقته هذا اللازم؟ كيف لزم هذه القاعدة؟ يعني كيف أن قاعدة كل جسم حادث يلزم منها أن الله ماذا؟ حادث. إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جسما. أين يقول ذلك أعزائي؟ أمامكم، التفتوا لي في الجزء الأول من بيان تلبيس الجهمية، الجزء الأول، التفتوا الجزء الأول في الصفحة 300 أعزائي و99. يقول، التفتوا جيدا، الوجه الثامن. نعم فضل. إيبل. يقول الوجه الثامن، وهو أن يقول غاية. أعزائي، إذا يسمح للمشاهد الكريم أن أبين له، لأنه نحن فيما سبق مرارا أرأنا مثل هذه العبارات، يقول أو يقولون ونحو ذلك. هذه هي مطالب من؟ مطالب الشيخ ابن تيمية، لا أنه ينقل عمن؟ عن شخص عن آخر. الآخرين. نعم. من أين أقول هذا؟ التفتوا لي أعزائي، التفتوا، هذا صفحة 399 من الكتاب، التفتوا لي، هذه صفحة 399 من الكتاب. تعالوا معي إلى الصفحة 300
378 من الكتاب، التفتوا جيدا، 378 من الكتاب، بعد أن ينقل كلام الرازي في صفحة 376، في صفحة 376 من الكتاب، التفتوا، يقول: قال أبو عبد الله الرازي التاسع أن أهل التشبيه يقولون، يقول: قلت عن نفسه. ولذا التفتوا، الذي حقق الكتاب يقول: مناقشة المؤلف للرازي، يعني الشيخ ابن تيمية. قلت، نعم، إذن هذا قلت كلام من؟ ابن تيمية. بأي دليل؟ أولا ما فهمناه من العبارة، وثاني أن محقق الكتاب وشهد شاهد من أهله، وقد قال الكتاب كاملا. نعم، يقول: مناقشة المؤلف، يعني منه، يعني ابن تيمية، للرازي في دعواه ورده عليه من وجوه. نعم. الوجه الأول، أحسنت، إذن هذا أحدها، ثانيها، ثالثها، رابعها، ثامنها، تاسعها، لابن تيمية. هذه كلها الوجوه لمن؟ للشيخ ابن تيمية ردا على الرازي. والله غريب. يعني مرة أخرى في صفحة 378 بعد أن نقل كلام الإمام الرازي يقول: قلت هذا الكلام على هذا الوجه من وجوه. والمحقق يقول: مناقشة المؤلف للرازي، مناقشة المؤلف. نعم، مؤلف الكتاب. نعم. الآن تعالوا معنا إلى صفحة 300 أعزائي و99، الوجه الثامن من يا وجوه، التفتوا، يرد بها على الرازي. الوجه، المحقق ماذا يقول في الحاشية؟ يقول: الوجه الثامن في الرد، يعني الردود التي رد بها منه الرازي، الرازي يعني ابن تيمية، في الوجه الثامن. نعم، يقول وهو أن يقول، نعم، يعبر هذا، ولكن هذه الوجوه التي يذكرها. أحسن. وهذه من الطرق التي يستعملها الشيخ ابن تيمية، وهو أنه لا يقول دائما أنا أقول، وإنما قوله رأيه يقول به الآخرين. نعم. حتى إذا كما الآن نريد أن نشكل عليه، يأتي بعض العوام، بعض المتطفلين للعلم، يقولون بأنه ماذا؟ بأنه هذا مو كلامه، ليس كلام ابن، ليس كلام ابن تيمية، مع أنه في الحاشية يقول: الوجه الثامن في الرد غاية إلزام الرازي لمثبتة العلو من حجة الدهرية القول. يقول الوجه الثامن، التفت، يقول: من المعلوم أن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملل لا يقولون بحدوث كل جسم، يقول لا يلتزمون. شيخنا ابن تيمية ما المحذور؟ يقول: لأنه لو كان كل جسم حادثا للزم أن يكون الله حادثا. حادثا، هنا اعترف بالجسمية، التفتوا، اعترافا صريحا. لا يقولون بحدوث كل جسم، إذ الجسم عندهم هو القائم بنفسه أو الموجود أو الموصوف، فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث كل موجود وموصوف وقائم، وذلك يستلزم بأن الله تعالى محدث. إذا لم يكن الله جسما عند ابن تيمية، لماذا يلزم إذا قلنا أن كل جسم حادث يلزم أن يكون الله حادثا؟ إلا إذا قلنا أنه جسم. إلا جسم. هذه من العبارات الواضحة ومن الوجوه التي يذكرها في المقام. ومن هنا اضطر في صفحة 401 أن يقر بوجود جسم قديم. نعم، حتى يحل هذا الإشكال، حتى يحل الإشكالية. بل يقول، من يقول هاي الوجوه لهذا؟ يقول: الوجه التاسع في الرد معارضة حجة المثبتة. يعني ابن تيمية دا يرد الرازي، هذا الوجه التاسع ماذا؟ من الرد. من نعم. الرد. نعم، دققوا إخواني الأعزاء، خصوصا أهل العلم، خصوصا الأكاديميين يريدون يرجعون هذه الوجوه التسعة. يقول: فأقول إذا كانت هذه الحجة التي عارفتموني بها مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسما، أمكن أن يكون ذاك الذي يعنونه بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه كما يقوله المثبتون، يعني كما يقوله المثبتون للجسم. أحسنت، وإذن واضح هذا. إذن يؤمن بأن الله جسم ولكن لا كالأجسام، لأن باقي الأجسام حادثة. نعم. والجسم الإلهي ما هو؟ قديم. قديمون. ولذا تجدون بشكل واضح وصريح
في شرح حديث النزول التفتوا لي أعزائي إلى هذا الأصل الذي أشرنا إليه سابقا، ولكن للاستذكار أنه يؤكد الشيخ ابن تيمية أني لا أنفي الجسم عن الله بل أنفي هذا النوع من الأجسام الحادثة عن الله. أن أشبهه بهذه الأجسام. أحسنتم. فإذا هو بصدد نفي التشبيه لا بصدد نفي الجسمية. بل هو يثبت الجسم. أين يقول هذا؟ هذا يقوله بشكل واضح وصريح في شرح حديث النزول شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة للنشر والتوزيع، صفحة 237. التفتوا إلى العبارة، يقول: فمن قال إن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب اللي هي الحادثة فهو مخطئ، أما من قال أن الله جسم وليس هذا الجسم المركب بعد مخطئ أو صحيح. لا، مصيب. أعزائي التفتوا لي جيدا، التفتوا إلى العبارات بشكل دقيق. فمن قال أن الله جسم وأراد بالجسم هذا المركب، يا مركب، هذا الجسم اللي مركب من دم ولحم وخلايا وهذا فهو مخطئ، أما من قال أن الله سبحانه وتعالى جسم ولكن لا كهذه الأجسام فهو مصيب. فهو مصيب. نعم. ولذا قال: ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفي. فقط تركيب. أن هذا التركيب الذي هو الأجسام الحادثة هذا هو المنفي عن الله، وهذا بحث سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، لأنه واحدة من أهم مباني علماء المسلمين في التوحيد أن الله ليس مركبا من أجزاء. الشيخ ابن تيمية يعتقد أن الله ماذا؟ مركب. نعم، يقول لا يمكن فصل أجزائها بعضها عن بعض، يعني هذه الأوراق أجسام ولكن يمكن فصل أجزائها بعضها عن بعض. الله مركب أيضا من رأس ووجه ويدين وأصابع، له تركيب، ولكنه ليس هذا التركيب الذي يمكن ماذا؟ فصل بعض أعضائه عن بعض. ومن قصد هذا، إن شاء الله في بحث التركيب سنقف عنده مفصلا، ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن الله، أما من أراد أن ينفي التركيب مطلقا عن الله فنحن لا نوافق، نقول الله جسم ولكن لا كهذه الأجسام الحادثة، الله مركب ولكن لا كهذه التركيبات الحادثة. من حق المشاهد الكريم، وهذه نقاط جديدة أريد أشير إليها في هذه الليلة دكتور. تفضل. طيب إذا نذهب إلى فاصل أو نسمح سيد ثم نعود، وهناك أيضا يعني إشكال أذكره قبل الفاصل، يعني الشمس إذا لم نستطع أن نفك أجزائها إذا هل هي جسم يشبه جسم الله تعالى؟ الجواب يقولون بأنه قابلة للتبعيض، ولكن الله لا يستطيع أحد أن يبعضها. نعم. أحسنتم. طيب إذا فاصل مشان الكرام ونعود إليكم. مشان الكرام مرحبا بسماح سيد، مرحبا بكم سماح سيد، حياكم الله، تفضلوا واصلوا حديثكم. نعم. إذن الشيخ ابن تيمية بشكل واضح وصريح كما قرأنا في شرح حديث النزول يقول لا ننفي الجسمية عنه مطلقا، وإنما ننفي عنه هذا النحو من الجسمية، يعني ننفي عنه خصائص الجسمية الحادثة، أما إذا كان هو جسم وقديم وليس حادث ولا توجد فيه لوازم الحدوث لا محذور في أن نلتزم بذلك. قد يقول قائل: سيدنا أين يقول هذا بأنه نلتزم؟ نعم. هذا كتاب أعزائي بيان تلبيس الجهمية مرة أخرى، بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول أعزائي، هناك في صفحة 283 هذه عبارته، التفتوا جيدا. يقول: والذين قالوا إنه جسم نوعان. نعم. إنه من؟ التفتوا الحاشية، المحقق ماذا يقول؟ أي الرب تعالى. نعم. يعني والذين قالوا أن إن الله تعالى جسم هؤلاء ماذا؟ نوعان. نوعان. التفتوا لي جيدا، النوع الأول وهو قول علمائهم، عجيب،
يعني من يقول بالجسمية علماء إذن علماء لا الجهل والعموم وكذا. أحسنتم. نعم التفتوا، وهو قول علمائهم، وهذه هي طريقة، هي الطريقة واقعا الملتوية للشيخ ابن تيمية. حتى بعض واحد إذا أراد أن ينسب إلي شيء يقول لا هو ده ينقل عن الآخرين مو رأيه. الجواب أنه لو لم يكن رأيه كان ينبغي عليه في آخر المطاف ماذا؟ أن يعلق يقول ولا نلتزم ماذا؟ نعم بهذا الرأي. ولا يصف بالعلماء. والشاهد على ما ذلك؟ أنه عندما يأتي إلى النوع الثاني يقول وهو أما النوع الثاني وهم الغالبية الذين يحكى عنهم أنهم قالوا هو لحم وعظم ونحو ذلك، يبدأ بمناقشة شديدة يقول لأنه هذا يؤدي إلى التشبيه. هذا معناه أن القول الأول أو النوع الأول هو باطل، وإلا لو كان باطل كان ناقشه كما ناقش ماذا النوع الثاني. ولما وصف أصحابه بالعلماء. التفتوا التفتوا. يقول وهو قول علمائهم إنه جسم لا كالأجسام، كما يقال ذات لا كالذوات، هذا الذي هو يؤمن به، عين تنظيره، وموصوف لا كالموصوفات، وقائم بنفسه لا كالقائمات، وشيء لا كالأشياء. فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوجه من الوجوه، لكن هذا إثبات أن له قدرا يتميز به، يعني وله قدر ماذا يشترك فيه. أحسنتم. أن الرب تعالى له قدر يتميز به. نعم. يعني ماذا؟ يعني وله قدر آخر ماذا؟ يشترك فيه. هسا أقرأ العبارة اللاحقة. كما إذا قلنا أن موصوف فهو إثبات حقيقة يتميز بها، وهذا من لوازم كل موجود، ولهذا يقولون نعني بأنه جسم أنه قائم بنفسه ونحو ذلك، مع قولهم أنه ذو الأبعاد الثلاثة. وهذا بعد لا يقطع، يقطع الكلام بأنه جسمنا، لا يفسح مجال للنقاش. قد يقول لقائل سيدنا من قال أن الأبعاد الثلاثة يعني الجسم؟ هذه أمامكم أعزائي تحقيق بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 15 من الكتاب، هذه عبارته. قال الجسم هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة، وهي الطول والعرض والعمق، ويتميز بالثقل والامتداد اللي له بحث آخر. إذن المورد الأول هو يقول بأنه نوع أو نوع من الأجسام، ولكن جسم لا كالأجسام. في مورد آخر في صفحة 360 من الكتاب هذه عبارته، التفتوا جيدا. يقول الوجه 43 في صفحة 360 من بيان تلبيس الجهمية، يقول أن هذا الذي حكيته عن هؤلاء، ده يتكلم مع الفخر الرازي، الذي قلت أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض، لأن الرازي ده يلزم بعض الحنابلة أنكم قلتم بأنه جسم له أجزاء وأبعاض. يقول غايته أنهم يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه جسما، يثبتون هذا. نعم. نعم. وأنهم لا يجوزون عليه ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات. إذن هو جسم ولكن لا يجوز عليه الفناء. نعم. هو جسم ولكن لا تقع عليه الآفات والأمراض، يعني جسم لا كالأجسام. وهذا عين التجسيم. إذن ونحن في الأبحاث السابقة بشكل واضح وصريح قلنا بأنه لابد أن نميز بين المجسمة المشبهة وبين المجسمة غير المشبهة. والشيخ ابن تيمية من أولئك الذين يعتقدون بالتجسيم من غير تشبيه. وإن وقع في التشبيه. نعم ولكنه بالدقة العقلية. ومضمون ذلك، مضمون هؤلاء، نعم. التفتوا إلى العبارة، أنا لا أتصور أو توجد عبارة أوضح من هذا. ومضمون ذلك أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام، أنه جسم، نعم جسم
ولكن لا يتصف بما تتصف به ماذا؟ الأجسام لخلق. باقي الأجسام. وهذا ليس تنزيها هذا. هو يعتقد التنزيه الحقيقي هو هذا. هو يعتقد. لا أنا الآن كلامي دكتور مو أنه في هذا. نعم. كلامي أنه أساسا الشيخ الإسلام هل يقول بالجسمية أو لا يقول؟ يقول بكل صراحة. أريد أثبت هذا. الآن هذا تنزيه أو ليس ذاك بحث آخر. نعم. المهم هل هذا أن الشيخ ابن تيمية يؤمن بالتجسيم؟ ولذا أنا أعتقد أن عبارات الشيخ ابن تيمية متعددة، بعضها تثبت الجسمية من خلال اللوازم، بعضها تصرح بأنه ماذا؟ جسم. كما ذكرت مرارا. قال ومضمون ذلك أنه جسم يمتنع عليه أن يوصف بما توصف به سائر الأجسام، بل هو مختلف عنها في الحقيقة. خب مختلف عنها في الحقيقة يعني جسم، أو يقول نعم في أصل الجسمية ماذا؟ جسم. جسم، ولكن الأجسام تختلف. ولذا هو بعد ذلك يأتي ويشير إلى هذه الحقيقة، يقول وكذلك ما ذكرته من أنهم يصرحون متى تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح بأننا نثبت هذا المعنى لله على خلاف ما هو ثابت للخلق، فأثبتوا لله وجها بخلاف وجوه الخلق ويدا بخلاف أيدي الخلق. فهذا الذي ذكرته غايته أنهم يثبتون وجها ويدين مخالفا لوجه الخلق لوجوه الخلق وأيديهم، كما يقال جسم لك الأجزاء. إذن أثبت الأعضاء، كيف ينفي الأجزاء؟ هو في هذا لا ينفي الأعضاء، يقول نثبت الأعضاء ونثبت الأجزاء ونثبت الصفات الخبرية، ولكن نقول يد لك الأيادي، رجل لا كالأرجل، قدم لا كالأقدام، ساق لا كالسيقان، إصبع لا كالأصابع، وجه لا كالوجوه، صورة لا كالصور. لم يبقى شيء بعد. إذن نعم، وأنا أتصور بأنه بعد هل واقعا يتوقع الإنسان تصريح أوضح من هذا التصريح الذي أشار إليه في صفحة 360، بل يأتي في صفحة 363 يقول أن الحق تعالى فيه قدر مشترك وهو الجسمية، وفيه قدر يمتاز به. كيف أن هذه الأجسام، هذا الجسم مثلا على سبيل المثال، هذا جسم. نعم. وهذا جسم. جسم. في الجسمية يشتركان، ولكن لكل منهما خصوصية تميز أحدهما عن الآخر. نعم. فهذه الخصوصية هي القدر المختص، وهذه هي القدر ماذا؟ المشترك. هذا الذي الأعزاء اللي دارسين في المنطق يعني يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى له جنس وله فصل. جنسه هو الجسمية. نعم. ونعم له فصل يميز. نعم. هذا الجنس عن باقي الأنواع الأخرى، وهذا ما يصرح به في صفحة 363. يقول الأجسام بينها قدر مشترك. ما هو القدر المشترك يا ابن تيمية؟ وهو جنس المقدار. إذن كل الأجسام والحق تعالى أيضا له ماذا؟ مقدار، كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه. بينكم وبين الله إذا أمكن لموجود أن نفرض فيه أبعاد ماذا؟ الثلاثة، طول وعرض وعمق، أليس هذا جسم؟ ثم أين ليس كمثله شيء؟ صار مثل الأجسام الجواب. في الطول والعرض والعمق. الجواب. نعم. الجواب يقول لا، طوله يختلف عن طول الآخرين، عرضه يختلف عن عرض الآخرين، حجمه يختلف عن حجم الآخرين، ثقله ووزنه يختلف عن هذا ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله. تفتون ويظن أنه بلي هو اعتقاد المجسم ابن تيمية وأتباعه الوهابية. ما الآن هكذا يعني أنت في آخر المطاف تقول له الله له مكان، يقول نعم له مكان، له حجم، يقول نعم له حجم، طول عرض عمق، يتحرك، له يدان حقيقة، يقول له نعم يدان، له يدان حقيقة، له رأس، له وجه، له عينان، له كلها له. ولذا يقول التفتوا، بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز،
وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته التي امتاز بها عن غيره من قبيل. يضرب مثال يقول: كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدر، مع العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة ماذا؟ الماء. هو يعتقد الله مشترك مع باقي الموجودات في أصل ماذا؟ الجسمية. في أصل الجسمية، ولكن يختلف عنها ماذا؟ يقول أن الجسم هنا يصاب بالآفات والأمراض والحدوث والفناء والموت، أما جسمه سبحانه وتعالى لا يصاب فيه مناعة. بالآفات في أسفي لا الدكتور يقول بيه فيه مناعة، أنا ما أدري هذه المناعة منين نجيبها جناب الدكتور. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، الشيخ ابن تيمية، طبعا هذا بحث آخر سيأتي، بأنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى مركب من جزء مختص ومن جزء مشترك يكون مركبا، وكل مركب فهو محتاج إلى ماذا؟ إلى أجزائه التي يتكون منها. أحسنت. على أي الأحوال هسه هذا بحث آخر في مبحث التركيب، إن شاء الله إذا وصلنا إليه سنقف عنده تفصيلا. إذن أعزائي إلى آخر ما يقول، يقول هذه العبارة كلها بعد أنا ما أريد أقرأها، يقول بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء، وإذا كان كذلك إلى أن يأتي يقول: بل هذا القول، قول ماذا؟ أن الله له مختص وله ماذا؟ مشترك. نعم. والمشترك هو ماذا؟ هو الجسمية. يقول: بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء. إذن قول العقلاء إيه، لا قول المجانين، من أهل الإثبات والنفي. هسه لا أعلم كيف أن أهل النفي أيضا اتفقوا على هذا، اتفقوا على أن الوهم والخيال لا يتصور موجودا إلا متحيزا أو قائما بمتحيز، وهو الجسم وصفاته. أساسا لا يمكن أن يتصوروا أو يتخيلوا موجود ولا يكون ماذا؟ له جسما. ثم المثبتة، مثبتة الجسمية. نعم. قالوا: وهذا حق معلوم أيضا، يعني هذا الذي نتخيله ونتوهمه أن الله جسم وله طول وعرض وعمق، أي له مقدار، يقول: وهذا حق معلوم أيضا بالأدلة العقلية والشرعية، بل بالضرورة أن الله ماذا؟ أن الله جسم له قدر مشترك. نعم. وهذا القدر المشترك ما هو؟ له أبعاد ثلاثة. وقال النفاة. نعم. النفاة أن قالوا أن الله جسم، وقال النفاة أنه قد يعلم إلى آخره، فالفرقان إلى آخره. إذن أعزائي واضح أمام المشاهد الكريم، وهذه شواهد جديدة، وهناك عشرات الشواهد الأخرى في كتب الشيخ ابن تيمية التي تثبت أنه يعتقد أنه جسم، ولكنه جسم لا توجد فيه خواص الجسم الحادث، ولكنه ما هو قديم، ولكنه جسم جيد. نعم. والغريب أنه يدعي أن هذا المعنى الذي انتهى إليه هي مقولة جماهير أهل الإسلام، هذا المعنى الذي انتهى إليه لا يكتفي بأن يقول بأنه هذا رأيي وهذه نظريتي، على الطريقة يحاول أن يخرج نفسه من الزاوية الضيقة الحرجة التي هي أقل القليل إلى ماذا؟ إلى عموم المسلمين، ويقول أن هذا رأي جميع علماء المسلمين. أين قال هذا؟ في الجزء الأول من تلبيس الجهمية صفحة 251، هذه عبارته، يقول: قال الرازي الذين فيقالوا. نعم. هذا فيقالوا ماذا؟ ابن تيمية. ابن تيمية كلامه، ولكن ما يقول فأقولوا. نعم. فيقالوا حتى غدا. نعم. حتى يعطي مجال لأتباعه، وهذه من قبيل المناورة، يعني إيجاد مخرج للهروب إذا ماذا؟ إذا ألزم بشيء. أحسنتم. وهذه واقعا من أكثر الطرق الملتوية بأسا، واقعا لا أريد أن أتكلم بعبارات أخرى، عالم يدعي العلم، أنت رأيك أن الله جسم، قل أن الله جسم، لماذا التقية؟ لماذا تخشى؟ لأنك تعلم إذا قلت بأن الله جسم سوف، كما كفروك في زمانك، كما قالوا بأنك ماذا؟ أهل بدعة، كما حاكموك، كما سجنوك إلى آخره.
وهؤلاء الذين حاكموه وسجنوه وحكموا عليه إما بالقتل وإما بغير ذلك، أو اتهموه بالبدعة والضلالة والخروج عن طريقة السلف، والله وبالله لم يكونوا من علماء مدرسة أهل البيت أبداً، بل كانوا من علماء باقي المدارس مالكية وحنفية. نعم. مالكية وحنفية حتى الحنابلة مولان. نعم. لأن كل الحنابلة لا يقولون هذا الكلام الذي يقولون ابن تيمية، وإن كانوا هم يحاولون أن يجيروا الإمام أحمد بن حنبل لصالحهم. الإمام بن حنبل أما أيضا في التحقيق هو يقول نبقي هذه الألفاظ ونمررها على ظاهرها من غير أن يلتزم بأن معانيها هي المعاني المقصودة في اللغة العربية. أحسنتم. ولكنه الشيخ ابن تيمية ماذا يفعل؟ يقول لا، نبقي الألفاظ مع معانيها اللغوية. أحسنتم. يعني عندما نقول ورد في القرآن يد الله فوق أيديهم، اللفظ نبقيه على ظاهره، لا نتصرف، لا نأول، ولكن معنى اليد ما هو؟ يد هذه التي عندنا هو ولكن مختلف، ولكن مختلف. نعم. هو يقول بأنه نعم هذه مرادها المعنى كذا. التفتوا، يقول فيقال إلى أن يقول إن أردت، إن أردت إلى أن يقول وإن أردت، يعني يقول للفخر الرازي. نعم. وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد والرجل والصورة ونحو ذلك، وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض، أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما، يعني وصفوه بأمور لازم ماذا؟ لازم الجسمية. نعم. والجسم متبعض ومتجزئ، وإن لم يقولوا هو جسم فيقال له. في الرد يعني عليك أيها الرازي. نعم. يقول لا اختصاص للحنابلة بذلك، كل علماء بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام يلتزمون بالصفات الخبرية بالنحو الذي يقتضي ماذا؟ الجسم. لماذا تتهم الحنابلة واحدة؟ لماذا تتهم؟ إذن فتحصل أعزائي إلى هنا بنحو الإجمال، ولا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، عندي أبحاث مهمة لاحقة، وهو أن خلاصة نظرية الشيخ ابن تيمية أنه قائل بأن الله سبحانه وتعالى جسم لا كالأجسام، وأنه جسم قديم، وأن له أبعاد ماذا؟ ثلاثة. هسه أمور أخرى أيضا لوازم هذا، من قبيل إثبات أن له ثقل، من قبيل إثبات أن له مكان مخصوص، من قبيل إثبات أن له جهة خاصة به، من قبيل أن له يشغل حيزا ونحو ذلك. هذه إن شاء الله تعالى ستأتي. نعم. في الأبحاث اللاحقة. أحسنتم. طيب سمح سيد، إذن هو ادعى أن هذا ليس مختصا بالحنابلة وإنما جماهير أهل الإسلام. يعني هل صحيح أن جماهير المسلمين يقولون بما يقوله واقع، أم لا أن هذا نسبة ليست صحيحة؟ يعني هذا السؤال أعزائي يحتاج للجواب عنه إلى مقدمة. أعزائنا الكرام، من هنا إن شاء الله تعالى سوف ندخل في أبحاث ماذا يقول علماء المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة، يعني الأشاعرة، يعني الماتريدية، يعني المعتزلة، يعني الزيدية، عموم المسلمين، عموم المسلمين، بالإضافة إلى مدرسة أهل البيت، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ماذا يقولون في مثل هذه الصفات الخبرية؟ لأنكم تعلمون أن جملة من الصفات الخبرية وردت في القرآن، وجملة من الصفات الخبرية وردت ماذا؟ في السنة، في السنة، في النصوص الصحيحة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولا يوجد أحد من علماء الإسلام بصدد نفي هذه الصفات أبدا، وإنما الكلام يختلفون في بيان التفسير معاني هذه الصفات. نعم. معاني هذه الصفات، مصاديق هذه الصفات، هل هي كما يقول الشيخ ابن تيمية وأتباع من الوهابية، أو أنه لها معان أخرى. نعم. وتفسير آخر ومصداق آخر. طيب. ولكن قبل أن أبين هذه الحقيقة دكتور، تفضل. بودي أن أشير إلى مقدمة أعزائي الكرام الذين يريدون البحث في هذه المسألة، وهي مسألة الصفاء، أسماء والصفات الإلهية، أو المعروفة بالصفات الخبرية. أعزائي، قبل أن ندخل، هذه قاعدة أصلية ومهمة وخطيرة
أدعو جميع من يريد أن يتكلم في الآيات والروايات المرتبطة بالصفات الخبرية أن يلتفت إلى هذا الأصل، وبعد ذلك يدخل في حوار أو نقاش أو بحث مع الآخر. نعم. ما هو هذا الأصل أعزائي؟ أول سؤال لابد أن نسأل أن هذه الآيات التي تكلمت عن الصفات الخبرية، يعني اليد، يعني الوجه، يعني المجيء، يعني ونحو ذلك، هل أن هذه الآيات التي تكلمت عن هذه الصفات هل هي من الآيات المحكمات؟ نعم. أم أنها من الآيات المتشابهات؟ المتشابهات. نعم. هسه من حقك أن تسأل، تقول لماذا ينبغي أن نسأل أول سؤال هذا في الأمور التوحيدية؟ باعتبار هذا الأصل القرآني الذي هو أصله لنا. نعم. قال أن الآيات القرآنية تنقسم إلى ماذا؟ قسمين. إلى قسمين أساسيين. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، في سورة آل عمران، آل عمران الآية 7. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن آيات الله في القرآن، الآيات القرآنية جميعا تنقسم إلى قسمين أساسيين، قسم هي في المحكمات وقسم هي أين؟ في المتشابهات. وهنا تأتي خطورة كلام هؤلاء ومن لا خبرة له، هؤلاء الذين يتكلمون في تفسير القرآن والآيات القرآنية. يا أعزائي، أن الآيات لم يكتب على كل آية آية أنها محكمة أو أنها ماذا؟ متشابهة. أنا سؤالي الأول الذي أطرحه على كل من يقول أن هذه الآيات، يعني الآيات التي تكلمت عن اليد، تكلمت عن الوجه، تكلمت عن المجيء، تكلم وهكذا. نعم. والروايات التي تكلمت، هل هي محكمات أم هي متشابهة؟ قد تقول سيدنا وما الفارق في النتيجة آية قرآنية؟ الجواب كلا، فإن كانت محكمة الآية فتبقى على ظاهرها ولا نحتاج إلى تأويل. لا تحتاج لا أصلا لغة التأويل ما تأتي بها. نعم. دكتور. نعم. لا تحتاج إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الآية ماذا؟ محكمة. محكمة. أما إذا صارت الآية متشابهة لكي تفهم لابد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. إلى المحكمات. يعني لا يمكن أن تفصل الآيات المتشابهة عن الآيات المحكمة وتفهمها، وإلا لوقعت أين؟ انظر ماذا يقول القرآن الكريم. نعم. يقول هن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التفتوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء. نعم. ابتغاء الفتنة، هدفهم الفتنة. وقع حتى لو لم يكن هدف هو أين يقع؟ هم يبتغون الفتنة. يقع في الفتنة. أحسنت. أصلا يعني من قطع المتشابهات عن أصولها ومرجعية المحكمات لها فقد وقع أين؟ في الفتنة. فقد وقع في الفتنة. فقد وقع في الزيغ. قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. التفتوا لي جيدا أعزائي. إذن أعزائي، السؤال الأول، ولذا إن شاء الله تعالى نحن لابد عندما نريد أن ندخل في بحث مع ابن تيمية، ومن هنا ينكشف لنا أن هذا الإنسان إما كان متعمدا عندما لم يطرح هذا التساؤل. نعم. أن هذه الآيات هنا من المتشابهات أو من المحكمات. نعم. وإما جاهل بتفسير القرآن. أحسن. يعني بالقواعد القرآنية لا يرد متشابه ولا محكمي. لا، أصلا لم يعين لنا قبل أن يرد. نعم. أحنا نسأله يد الله فوق أيديهم أو استوى على العرش أو غير ذلك، أأمنتم من في السماء ونحو ذلك، هذه هل هي من المتشابهات أو هي من المحكمات؟ لا يقول لي قائل لا هذه من المحكمات، بأي دليل؟ ما الدليل على ذلك؟ والآخر يقول من المتشابهات، يقول بأي دليل؟ إذن لكل من يريد أن يقول أنها من المتشابهات عليه إقامة الدليل، يريد أن يقول من المحكمات عليه ماذا؟ أما بمجرد أن يأتي يقول والقرآن صريح أنه أثبت أن الله جالس على عرشه، ولعل الآية من الآيات. أين الصراحة في القرآن؟
من هنا من هلاء الكفتولي إلى هذا الأصل الأصيل في هذه المباحث العقدية أعزائي. ما هو؟ ما هو؟ وهو أنه نجد أن أتباع ابن تيمية أصروا أن آيات الصفات الخبرية من المحكمات. أحسنت. من غير إقامة أي دليل. أي دليل، نعم. لماذا؟ حتى يبقونها على ظاهرها وعلى معانيها. لدينا استراحة قصيرة سمح السيد عذرا. مشاهدي الكرام تابعونا بعد هذه الاستراحة. مرحبا بكم مجددا مشاهد الكرام، ومرحبا بسماح السيد. مرحبا بكم سماح السيد. طيب اذا واصلوا حديثكم. نعم. سماح السيد. نعم. اذا اعزائي التفتوا لي جيدا، القضية الاصلية في الصفات الخبرية سواء كانت واردة في القرآن او واردة في روايات النبي الاكرم صلى الله عليه واله، الخطوة الاولى من الناحية العلمية والمنهجية ان نشخص انها من المحكمات أو من لنبقيها على ظواهرها او انها من المتشابهة. وهنا أقولها بشكل واضح وصريح أن أتباع ابن تيمية أصروا على أنها آيات الصفات الخبرية أنها من المحكمات بلا أن يقيموا أي دليل على ذلك. أين قالوا ذلك؟ هذا كتاب الإرشاد، إن شاء الله في وقت آخر سأفيض الكلام في هذه المسألة، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، الدكتور صالح الفوزان. هناك في صفحة 144 التفت جيدا، بعد أن يقرأ الآية من سورة آل عمران يقول ونصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه. ما دليلك؟ بلا دليل. بلا دعم. قال رسول الله قال الله. نعم. اسمعوا لي دكتور، ونصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه. ما هو دليلك؟ التفت جيدا، يقرأها المسلمون ويتدارسونها ويفهمون معناها ولا ينكرون منها شيء. هذا الدليل على أنها محكمة. كل الآيات القرآنية المسلمون ماذا؟ يقرؤونها. أعم من أن تكون معجمة وأن تكون ماذا؟ أحسنت. متشابه. نعم. كل الآيات القرآنية تدارسها المسلمون. إذن أين المتشابه في القرآن؟ إذا كان هالشكل كل الآيات تكون محكمات. لماذا يقول منه محكمات؟ ولذا تجد إن شاء الله بعد ذلك أن عموم أعلام المسلمين السنة بالإضافة إلى علماء مدرسة أهل البيت يقولون أن هذه الآيات متشابه. المرتبطة بالصفات الخبرية هي ماذا؟ من المتشابه. من المتشابهة. بل أنا أعتقد، التفتوا لي جيدا، أن الوهابية أيضا بنفسها هي في باطنها وفي ارتكازاتها العقلية أيضا تعتقد أن هذه الآيات آيات متشابهات. أحسن. وإن قالوا أنها محكمة بأي دليل؟ اسمعوا. نعم. بأي دليل؟ التفتوا أيها المشاهد، بدليل يقولون أن هذه الآيات المتكلمة عن الصفات الخبرية يقولون بلا تمثيل ولا تكييف. خب إذا كانت هي محكمة لماذا تقيدونها بلا تكييف ولا تمثيل؟ هذا المتشابه يقيد. أحسنتم جزاك الله خيرا. إذن هم عرفوا أن هذه الآيات جميعا هي ماذا؟ متشابهة. متشابهات. نعم. من أين أخذوا بلا تكييف ولا تمثيل؟ لأن قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه هي الآية المحكمة. محكمة. إذن الأصل في القرآن في مسائل الأسماء والصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء. فيرد المتشابه إليه. إذن لابد إذا جئنا إلى الصفات، لأنه كثير من الأسئلة اللي جاءتنا إلى الموقع أو من الاتصالات أو إلى موقع الإذاعة وغيرها تسأل إذن ما هي النظرية؟ الجواب أعزائي هاي النظرية الأصلية، وهي أن الأصل الأول القرآني الذي يعترف به الوهابية ضمنا أيضا، لأنهم يضعون بجانب كل هذه الآيات المتكلمة عن الصفات الخبرية يقولون ماذا؟ بلا تكييف. نعم. بلا تشبيه، بلا تمثيل. أحسن. لماذا؟ لأنه بظاهرها يوجد فيها تكييف، يوجد فيها ماذا؟ تشبيه وتمثيل. يوجد فيها تمثيل، يوجد فيها تجسيم. أحسنت. وإلا لو لم تكن هذه الآيات بظاهرها إذن أنتم أيضا من أين قيدتموها؟ تقولون نحن قيدناها بآية قرآنية أخرى. لماذا لم تعكس الأمر تجعلوا تلك المتشابهة وتجعلون هذه ماذا؟ محكمة. هذا خير شاهد أنه أنتم بارتكازكم بتفهمون أن كل الآيات التي تكلمت
عن الصفات الخبرية من اليد والرجل، طبعا والروايات، نعم، من اليد والرجل والساق والصورة والإصبع والعرش والكرسي وغيرها، هذه كلها متشابهات، من المتشابهات، بدليل أنكم دائما تضعون لها 3-4 قيود. إذا كانت من المحكمات كما تدعون أن الصفات من المحكم لا من المتشابه، لماذا تقيدونها بقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ بل تردونها إلى الأصل. أحسنتم، من حيث لا تشعرون. إذن أعزائي، ما هو رأينا في مدرسة أهل البيت؟ الجواب ليس كمثله شيء. وإذا أثبتنا له جسما صار مثله ماذا؟ الأجسام الأخرى. الأجسام الأخرى على الأقل، على الأقل في المشترك. نعم، في المشترك أحسن. نعم، إذا أثبتنا جلوسا إذا مثله شيء. نعم، إذا أثبتنا له أصابع، إنما أقول مثله يعني القدر المشترك، أحسنت، لا القدر المختص. نعم، حتى أنا وأن دكتور الآن قدر مشترك عندنا وقدر مختص. أحسنت، أصابعنا ليست بعض، البصمات تختلف، البصمات تختلف، أحسنت، أشياء كثيرة، نعم، كلها تختلف. إذا نعم، عندما نقول أكو قدر مشترك مو بالضرورة أنه تكون متماثلة، أحسنت، تكون متشابهة. إذا الأصل الأول أعزائي في مسائل التوحيد، وهذا ما قرأناه إذا تذكرون دكتور مفصلا في آخر مباحث الحد، أحسن، أن الإمام أمير المؤمنين، أن الإمام الرضا، أن الأئمة كانوا يصرون على أنه ينبغي أن لا يماثله ماذا؟ شيء. لا يماثله شيء. أحسن، وإثبات كل هذه الأمور. طبعا علماء المسلمين التفتوا إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وجلي بما لا مجال للشك فيه. منهم، التفتوا لي جيدا، نعم، منهم الإمام، وقرأنا هذه العبارة، الإمام عبد الحليم محمود وهو من أئمة الأزهر، دار المعارف الجزء الأول، فتاوى الإمام عبد الحليم محمود الجزء الأول، صفحة، التفتوا جيدا، صفحة 89، يقول: والموقف الذي يقفه من أراد متابعة السلف الصالح إذن تجاه كلمات الصورة، اليد، النزول، هذه الصفات الخبرية، نعم، إنما هو الإيمان بها مع التنزيه لله عن الجسمية وتوابعها. ما هي توابع الجسمية؟ المكان. ما هي توابع الجسمية؟ الأبعاد. الجهة. نعم. ما هي توابع الجسمية؟ الحيز. ما هي توابع الجسمية؟ وهكذا. الثقل. نعم. الامتداد ونحو ذلك. وليس معنى ذلك إلى أن يقول هذا هو مذهب السلف في الصفات، وهو مذهب لا يثير جدلا ولا خصومة، وليس من طبيعته ذلك، إنه مذهب العبودية الصحيحة، أحد أئمة الأزهر يقول هذا، وهو المذهب الذي يتمذهب به كل من عنده نزعة التدين السليمة. التفتوا جيدا، هذه مو ادعائي أنه مذهب كل الأئمة الأربعة ذلك، قال: وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والسلف الصالح، ومن الطبيعي أن يكون مذهب الفرقة الناجية. نعم، ما أدري واضح صار؟ إذن دعوة أنه من يقول بأن الله ليس بجسم؟ كل الأئمة. تقولون ينسب إلى أحمد بن حنبل الجسمي؟ الجواب: أحمد بن حنبل بحسب ما أفهم من كلماته ليس قائلا بالجسمية، وإنما قائل بإمرار هذه الألفاظ على ظواهرها من غير أن يقول أن هذه الألفاظ لها معانيها الموجودة عندنا، يعني يد أيضا كيد، المعاني العرفية التي عندنا، يد لا كالأيدي، لا يقول ذلك. هذا وجه أعزائي، هذا أحد الأعلام. ومن الأعلام المعاصرين أو الأعلام أعلام السنة ما ورد في كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 2:03، أنا أستمع إلى المداخلات. نعم، يقول، التفتوا جيدا، يقول: وأنت تعلم، التفتوا جيدا، وأنت، صفحة 229، الجزء 16 من روح المعاني مؤسسة الرسالة، يقول: وأنت تعلم أن طريقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقا مع نفي التشبيه والتجسيم، مو فقط نفي التشبيه، التجسيم، وأنه جسم لا كالأجسام، منهم
الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وسعد بن معاذ المروزي وعبد الله بن المبارك وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري والترمذي وأبو داود السجستاني، وإلى أن يقول وقال البيضاوي من كبار العلماء في الطوالع: والأولى اتباع السلف في الإيمان بهذه الأشياء. التفتوا دكتور إلى العبارة، نعم، نعم. يعني المتشابهات. أحسن. وهم يصرون أنها ما هي؟ محكمات. محكمات. المشكلة هنا، المشكلة هنا. علماء المسلمين فهموا من هذه الصفات الخبرية أنها ماذا؟ من المتشابهات. فلا بد أن تفهم في ظل المحكمات القرآنية، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أحسن. وهو السميع. ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي ما يقتضي التشبيه والتجسيم عنه تعالى. نعم، احسنتم سمح سيد. اذا تم، نعم، اذا تم ما لديكم حتى لا عندي بعد هسه اذا اكو مداخلات. طيب، ما في بعد استمع للمداخلات. نعم. تتمه الحديث تاتي. احسنتم، نعم. بارك الله فيكم سمح سيد، صار واضح ما ذكرتموه. معنا الاخ روحاني من فلسطين، تفضلوا اخ روحاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. تحياتي لك ولسيدنا كاشف المستور. حياكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله، تفضل. الله يعطيك العافية. حياكم الله. سيدي، يبدو أنها غابت عن فكرك ملاحظة، وهم عندما لم يعطلوا ولم يؤولوا، ولكن هل اليد هي الرجل أو هي الساق، أم هل الوجه هو اليد؟ نعم. فإذا كان طيب. الله مركبا كما نعم. يقول أبو حنيفة. نعم. أبو ابن تيمية. طيب. يأتي إن شاء الله. نعم. يكون هذا البحث الترتيب. أخي الكريم، أخي الكريم روحاني، نعم أخي الكريم، الآن نحن فقط في أصل الجسمية، حديثنا هذا في أصل هذا البحث الجسمية. اللي تفضلت نعم. به أخي روحاني، هذا مرتبط بالتركيب، وإن شاء الله تعالى سأعقد بحثا مستقلا ومفصلا. أن الشيخ ابن تيمية يعتقد بأن الله له أجزاء وهو مركب من مجموعة الأجزاء، هذا بحثه سيئ. إن شاء الله بعد سيئ. لم ندخل فيه. نعم. نعم. طيب، شكرا، شكرا جزيلا للأخ الكريم روحاني. معنا الأخ قحطاني أو القحطاني من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله. نعم. الشيخ كمال، مساك الله بالخير أنت والدكتور سالم. حياكم الله، مساكم الله بالخير، تفضل. كمال، كنت أدور عليك وأتصل عليك، الله يحفظك، من آخر اتصال لي كان في رمضان. طيب. وكانت دعوتي طال عمرك. نعم. بالتوحيد، توحيد الله. نعم. سبحانه. طيب نعم، تفضلوا. أتى به الأنبياء والرسل. نعم. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 طيب. فرقة. طيب، الفرق الإسلامية. نعم. طيب، على 72 طيب. فرقة وستفترق. والفرقة الناجية التي عليها أنا وأصحابي. طيب، هذا عندكم في الرواية، وعندنا ليس بهذا الدقة. نعم، تفضلوا. ما هو السؤال حتى لا ضيع الوقت أخي الكريم. نعم. طيب، أوكي أوكي. وقال الإمام مالك بن أنس: إياكم البدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون. طيب. عما سكت عنه الصحابة. طيب، لماذا تكلم ابن تيمية؟ سمحت السيد يقول لكم لماذا لم يسكت ابن تيمية عن هذا الموضوع؟ لماذا فصل فيه تفصيلا طويلا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله سائل طيب. عن صفة الله سبحانه. نعم. طيب، وصلت الفكرة، على كل وصلت الفكرة، ولكن يعني أنت الآن وظاهر من كلامك أخي الكريم أخ قحطاني أنك ترد عن الشيخ ابن تيمية من أصحاب البدع، لأنه خالف رسول الله وخاض وتكلم في عشرات المجلدات وذكر حتى أقوال المجسم والمشبه وأثبت الأبعاد الثلاثة وأثبت أنه في قدر مشترك وقدر. نعم. مختص. إذا تعتبرون هذا من البدع فأول المبتدع هو هذا الرجل. ولو أنه سكت لسكتنا نحن نرد على كلامه. جزاك الله خير. وإلا لو ما عنده إصرار على أن يرد. نعم. على أولئك الذين نفوا الجسمية مولانا لما كان عندنا شغل. طيب. وبصدد إثبات الجسمية لله سبحانه. نعم. وتعالى. أحسنتم. نعم، عندنا اتصال آخر من إيرلندا. من معنا أخ من إيرلندا؟ من معنا؟ معك الأخ عباس. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سمعت السلام. عليكم السلام ورحمة الله. صوت ضعيف. طيب، الأخ عباس من إيرلندا، تفضل أخ عباس. نعم. في عندي سؤال لو سمحت. نعم. هلا، الله عز وجل موجود كما يقول معظم المسلمين كل المسلمين يعني عدد ليس مسلم. نعم. طيب، كل المسلمين يقولون بوجوده تعالى. نعم.
ايه، ولكن نحن نقول انه موجود بلا وجود، يعني ليس تقصد جسم او غير جسم يعني ولا. تقصد جسم او غير جسم؟ لا جسم، هذا المقصود. غير يعني. جسم، غير جسم. نعم. طيب ما معنى الوجود؟ ولكن ولكن يعني كيف نفسر وجوده مثلا؟ نعم، يعني ليس كمثله شيء فهمناها، وموجود بلا وجود يعني صعب تنفهم كيف. نعم. موجود بلا وجود. نعم. يعني الا ان نقول هنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اهل يعني. نعم. احسنتم. نعم. يعني احسنتم. وقد قال الامام عليه السلام: العجز عن درك الادراك ادراكه. يعني هذا هو ادراك. لا أن تقول ليس. احنا مو مسؤولين اخي العزيز. نعم. ان نفسر حقيقة وجود الله، لأن هذا مرتبط بعلم الكيفوفة، وعلم الكيفوفة لا أحد يعرف ما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى. نعم، نستطيع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ليس بعاجز، هذا كله نقوله. أما نستطيع أن نفسر كنه وجوده سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما أو لا ولا يحيطون بعلمه؟ لا. أحسنتم. الأخ محمد من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله. السلام يا شيخ، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا أخي الكريم. نعم، حاب أقول للشيخ كمال أنك حجة على العالم. طيب، صوته ضعيف، أنا ما أفهم. نعم. ماذا يقول؟ تفضلوا تفضلوا نسمعكم. تفضلوا أخي الكريم. يا شيخ كمال. نعم. تفضل. أنت حجة على العالم الآن. طيب، بارك الله فيكم. طيب تفضلوا. وبيض الله وجهك وطول الله في عمرك. الله يحفظك أخي العزيز. الآن ليس لنا حجة. نعم. والسلام عليكم وشكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله. نعم، أحسنتم. هذا الإنسان الذي يجد الحق بلي يعني فيذعن إليه، يذعن إلى الحق إذا كان. نعم. مع فطرته واقعا يجد بأنه هذه المسائل ليس لها جواب علمي. نعم، قد يحاول البعض أنه جزاه الله خيرا. أحسنتم. نعم، الأخ منصور من السعودية، تفضلوا. أخ منصور. نعم، تفضلوا أخ منصور. نعم، أخ منصور تفضل، وطئوا صوت التلفاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. وأنا عندي بس ثلاثة أسئلة سريعة جدا للشيخ. طيب. كمال تفضلوا. نعم. بدام الكلام عن التجسيم. نعم. أسأله: ما حكم من يقول أن الله جسم لكن ليس كالأجسام؟ طيب. وما حكم من يفسر قول الله يوم يكشف عن ساق ثم يكشف عن ساقه هو ويقول: نعم. تبارك الجبار. نعم. يعني يفسر. نعم. هذه الآية ثم يكشف عن ساقه. شنو؟ طيب. يفهم الأخ من يكشف عن ساقه؟ يعني اسمح لي يعني. طيب طيب أخي الكريم، سماحة السيد يقول لكم: هل يكشف؟ نعم. هل إنه كان قد غطى ساقه بثوب مثلا كما قال؟ نعم، نعم. هو كان قد غطى ساقه بقماش، ثوب قماش، ثم كشف ساقه. هذا القماش منين ماخذه؟ من يا بلد؟ طيب، يعني لبسه هو لباسه. انا بقول هذا اللباس منين؟ الله سبحانه وتعالى هذا اللباس منين جايبه؟ من الدنيا قديم. من اذا كان قديم، اذا كان لباسه قديما تعدد القديم وقعنا في الشرك. لا لا لا. طيب. انا اسالك عن الشخص هذا. لا 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 لا, لا, لا انا ما اريد اسالك اخي العزيز. اسمعني اخي العزيز، انا ما اريد اسالك. اقول تقول انه الله له ثوب، هذا ثوبه من الازل معه فيلزم تعدد القدماء. نعم. تقول كان عاري وبعد ذلك البسوه الثوب الذي فسر الايه كشف عن ثوبه. انا ما اقول اخي العزيز، اقول من الازل الله كان لابس الثوب، يعني منذ وجد كان لابس يعني الثوب، يعني لو بعدين كان عاري ولا بس. غلط يا شيخ، الشخص الذي فسر الايه هو الذي كشف عن ثوبه. اها. طيب. احسنتم. احسنتم. هو يقول: ما رايكم في من يقول هذا الكلام؟ لا، انا هذا كلام باطل هذا اخي العزيز. انا السؤال اللي تفضلت تقول بانه اساسا الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، اقول ماذا يكشف؟ تقول الثوب. لا لا، الشخص هذا الذي فسر الايه. من فسر؟ ما لا نعم نعم نعم, نعم سمح سيد. انا اريد رايك. نعم. في هذا أحسنتم. الشخص. نعم. الذي كشف عن ثوبه حينما فسر الايه. نعم. هل هو مجسم؟ احسنتم. يعني الان اوضح كلام الاخ الكريم منصور. يوجد في بعض من انتهج هذا النهج يقولون ان الله تعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. حينما يكشف الرحمن لهم ساقه يوم القيامه لانهم لم يصلوا في الدنيا لم يسجدوا لساقه. هذا موجود في بعض الاخبار. يقول ما رايك؟ يقول هذا قد كشف عن نفسه. هذا الذي أنا لابد أرى الرواية حتى أستطيعها. وثانيا أخي العزيز، هذه الأبحاث ليس لبيان الأحكام الفقهية،
نحن إذا جئنا إلى بيان آرائنا في المسائل الفقهية عند ذلك نقول رأينا في مثل هؤلاء الناس. الآن البحث بحث عقدي مرتبط طيب بالأمور زين الإيمانية زين نعم وليس بالأمور الفقهية. نعم طيب أخ منصور نعم سؤالكم الثاني تفضلوا. نعم السؤال اللي قبل الأخير نعم كم إله يعبد السيد كمال الحيدري وهل السيد كمال حيوان ناطق؟ نعم 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 هذه نقولها كله بكل فخر. لا هو لا لا خلال طيب أجيبه طيب. أخي العزيز أنا أعبد الإله الذي بينه لنا القرآن الكريم وبينه النبي الأكرم وبينه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأتصور أنه واحد من أهم خصوصياته أنه غير محدود خلافا لربكم الذي تعبدونه وهو محدود من الجهات. وكذا أنا أعبد إلها غير محدود لا ذاتا ولا علما ولا قدرة كلها لا متناهية، وأنتم تعبدون إلها محدودا في قدرته وعلمه ووجوده هذا أولا، وثانيا أنتم تعبدون إلها جسما وتعبدون إلها له أيادي وأجزاء وأعضاء وجوارح وكذا، وأنا أعبد إلها ليس كمثله شيء كما دلنا على ذلك رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما ما قرأته أنه ما أشرت إليه هل الناس حيوان ناطق أو لا، أخي العزيز مع كل احترامي لك والله لو أنت كنت تذهب وتتعلم هذه المسائل ما كانت سألت هذه الأسئلة التي لا قيمة لها. أخي العزيز ليس المراد من تعريف المناطق أن الإنسان حيوان ناطق، ليس المرادهم من الحيوان يعني الدواب والبقر والغنم لا مرادهم من الحيوان يعني ما فيه حياة. أحسنتم. أنت أنا الآن أسألك لا أقول أنت حيوان ناطق، أنت حي والحيوانات الموجودات الأخرى فيها أيضا حياة. نعم. يعني السمك حي أو ليس بحي؟ حي. نعم. نعم موجود حي. الطيور حية أو ليست بحية؟ عن الحياة. نعم. أنت لست بحي، أنت ميت وأنت حي. نعم. هذه الحياة يعبر عنها بال أحسن وسماح حسين القرآن يصرح يصرح يقول ولدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعني ماذا يعني هي الحياة أعزائي المقصود بالحيوان من الحيوان. نعم. وإلا كل إنسان نعم. بلغ ما بلغ من الكمان فهو حي. نعم. ولكن درجات الحياة تختلف. أحسن. أنواع الحياة تختلف. أحسن. فبعضها حياة بنوع وبعضها حياة وإلى آخره. أحسن. وحواء إنما سميت حواء لأنها مخلوقة من المادة الحية أخي الكريم. المهم مادة الحيوان يعني. أنا أتصور أن الأخ العزيز لعله التبس عليه الأمر. أتصور أنه عندما نقول حيوان ناطق مرادنا من الحيوان يعني الدواب. لا أخي العزيز مرادنا من الحيوان كما في علم المنطق، ولهذا وقع عن هذا الجهل المطبق الذي تعيشونه أنتم في أجوائكم حيث أنكم لا تقرؤون المنطق لا تقرؤون الأبحاث العقائدية دقيقا بشكل عقلي، وإن كان تستعملونها ولكن تستعملونها بشكل بائس لأن القواعد ليست بأيديكم. أحسنتم. ويعني آخر ما لديك من حج هي هذه الإحراج يعني لا أرد أشوف أساسا يعني هذا داخل في موضوع البحث أخي العزيز واقعا الذي كتبوا لك الأسئلة وأعطوك كان ينبغي طيب. أن يعطوك أسئلة مرتبطة نعم. بالبحث لا أنها خارجة عن البحث. نعم لو كان هذا يعني نحتاج إلى عيبا لما وصفت الآخر بأنها هي الحيوان أخي الكريم على الآخرة غاية المؤمنين يريدون الآخرة. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال الحدر. شكرا لكم مشاهدي الكرام إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.